والمساعدات المصرية تفضل طول الوقت مستمرة لأهلنا في قطاع غزة، لأنه المبادئ الإنسانية بالنسبة لمصر لا تتجزأ على الإطلاق. مجلس القبائل العربية بيرسل قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وانطلاق القافلة الثانية لحياة كريمة. معانا على التليفون أستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. القافلة الثانية خلاص كده قيد التجهيز ولا قيد الإرسال؟ لا، راحت الحمد لله. يعني الله أكبر، نبدأ ندخل على طول إن شاء الله بإذن الله. حجمها قد إيه؟ إحنا مودين النهاردة إن شاء الله 15 شاحنة، وهتتوالى القافلة إن شاء الله الأسبوع كله بإذن الله. طب احنا عارفين انه طبعا الدخول ساعات كتير بيبقى فيه هوسة ومشاكل واعادة ترتيب، وشيلوا دي وحطوا دي ونعمل كذا وخلي بالكم من كذا، يعني اللوجستيات دي بتقدروا تتعاملوا معاها ازاي؟ والله احنا القافلة التانية بقى اتعلمنا من القافلة الاولى، فالموضوع يعني ان شاء الله بنأمل ان هيكون اسهل شوية كتير. دارسين اكتر الاحتياج، يعني تقريبا احنا بنتكلم دلوقتي في الاحتياج في كل حاجه واي حاجه هم بقوا محتاجينها دلوقتي. الحمد لله بنحاول بقدر الامكان نعمل تنوع في توليفه المساعدات اللي داخله، علشان بقدر الامكان نغطي احتياج اكبر واشمل. يعني طيب انا بما انك قلتي الاحتياج دلوقتي بقى في كل حاجه، احنا هنا بنتكلم على احتياجات متعلقه بالطعام، متعلقه بالميه، متعلقه بالملابس، متعلقه ببطاطين، حتى متعلقه بالمهمات العلاجيه واللوازم بتاعه الاغاثه الصحيه تحديدا وما الى ذلك. بتقدروا انكم تجمعوا كل ده استاذه مروه، وبتقدروا انكم تصنفوا كل ده، وبتقدروا تلبوا الاحتياجات المطلوبه واظنها متزايده؟ الحمد لله. طبعا احنا يعني حياة كريمة دايما زي ما بنقول من انسان لانسان، فدايما بنبقى لمسين الاحتياج من 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 مكانه ومن ارضه، وكمان الحمد لله بنبقى قريبين من كل انسان مصري الحمد لله. وطبعا زي ما احنا كنا دايما بنقول، احنا دايما بنراهن على جدعنة المصريين. صحيح. المتواصلة والتي لا تنتهي بجد. انا عايزة اقول لحضرتك ان في حياة كريمة احنا بوجودنا في القرى والنجوع اللي احنا اصلا بننزل نساعدهم، انا عايزه اقول لحضرتك بيجي لنا طلبات اللي هم عايزين هم اللي يساعدوا لاخواتنا في غزه. صحيح. يعني فانت مش قادره اقول لحضرتك دي ملحمه مصريه بجد. مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا جدا، وبشكر كل فريق العمل اللي شغال معاكم في حياه كريمه، استاذه مروه فخري المدير التنفيذي لمؤسسه حياه كريمه.